أسدل الستار عن المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بطنجة في دورته 17 بالإعلان عن أسماء الفائزين. الجائزة الكبرى للمهرجان كانت من نصيب الفرقة المسرحية للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي عن العمل المسرحي زوكو. العمل المسرحي فاز بجائزة أفضل مخرج والتي عادت للمخرج رضا شراحة. وضفرت مسرحية حدث صدفة في مكان لفرقة جامعة عين شمس بالقاهرة بجائزة أحسن أداء رجالي التي ضفر بها منصفة كل من إبراهيم الموجي وإفرايم كامل بطلي المسرحية. كيف ما كتعرفوها الدورة هذه هي دورة 17 والدورات الأخرى اللي سبقوها كانوا تنظموا أيضا تحت الرعاية السامية ديال سيدنا الله ينصرو. وهذا المسرح الجامعي كيعرف واحد النمو واحد الازدهار واحد التألق سنة بعد سنة. هدفنا الأساسي هو داخل جامعة عبد الملك السعدي أن نجد أرضية صلبة للعمل المشترك ولمشاريع مستقبلية فنية تجمع كل الفرق المشاركة في هذه الدورة من أجل الإعداد أيضا للدورة المقبلة في السنة المقبلة إن شاء الله. وتميز حفل الاختتام بتكريم الممثل أحمد العلوي والفنان حميد البوكيلي تقديرا لمسيرتهما الطويلة في المسرح ومساهماتهما المتعددة في الارتقاء بالمشهد المسرحي المغربي.